بعد سلسلة الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة، سجلت التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب ارتفاعاً بلغ أكثر من 20% خلال الربع الرابع من عام 2020. ويأتي هذا الارتفاع بفضل سياسات الرقمنة وتطوير البنية الأساسية لرؤية المملكة 2030. الصناعة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية وخدمات البيع بالتجزئة وتقنية المعلومات والاتصالات من بين الصناعات الرائدة التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر في نفس العام. ثبات الاقتصاد على مرونته في مواجهة الأزمات بالرغم من تأثيرات الجائحة الاستثنائية قفز بإصدار التراخيص الاستثمارية الأجنبية إلى 466 ترخيصاً خلال الربع الأخير من 2020، وهو أعلى معدل ربعي على الإطلاق.